في موضوع آخر، اعتبر المدير العام للجمارك قدور بن طهران ميناء تكستاغ الجاف ببرج بوعريج والتابع لميناء بجاية مكسب اقتصادي كبير يعود بفوائد للمؤسسة الجزائرية، سواء تعلق الأمر بالعمومية منها أو الخاصة. التغطية كانت لحسام الدين بن عثمان. يعني الهدف من هذا هو هدف اقتصادي محض لما تحمله هذا المشروع، لما يحمله من فوائد ترجع سواء كان من ناحيه لومبلوا، سواء كان من ناحيه نقول ليزومبلوا انديريكت، سواء كان من ناحيه نقول التريتمون معالجه العمليات الجمركيه في ظرف ضئيل جدا قصير، تقليص المده لمعالجه العمليات الجمركيه. هذا يخلينا نربح الوقت، نقلص وقت الجمركه، وبالتالي راح نقلص التكلفة على المؤسسة الجزائرية.